نعم، يعني بعد الغارة الإسرائيلية قبل قليل على مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة بأربعة صواريخ حربية ثقيلة، قامت طائرة استطلاع إسرائيلية بإعادة إطلاق صاروخ منها باتجاه نفس الهدف. يبدو أنه سيتجدد القصف على ذات المنطقة بعد قليل أو في أي لحظة، إضافة إلى أن قبل قليل لاحظنا رشقات صاروخية جديدة يتم إطلاقها من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال، بالتحديد من شمال وشرق قطاع غزة. ونلاحظ في هذه الأثناء أيضا الطائرات الحربية لا زالت في سماء القطاع بشكل مكثف، التهديدات الإسرائيلية لا زالت مستمرة، الغارات الإسرائيلية أيضا على قطاع غزة لا زالت مستمرة. قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل في منطقة جباليا في شمال القطاع، وغارة أخرى في منطقة خان يونس جنوب القطاع. يعني أن نتحدث عن غارات إسرائيلية مستمرة. سيارات الإسعاف قبل قليل توجهت إلى مكان الاستهداف في غرب مدينة غزة لمجمع أنصار الحكومي، ولكن بعد التواصل معهم أبلغونا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إصابات في هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة على تلك المنطقة. نتحدث عن هذه المنطقة ونصفها للمشاهد. منطقة مجمع أو مكان مجمع أنصار الحكومي هي يضم عدد من المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، مقر قوات الأمن الوطني، إضافة إلى الخدمات الطبية العسكرية، إضافة أيضا إلى موقع خاص بالشرطة العسكرية في ذات المكان. وعلى ما يبدو أن الاحتلال سيعيد القصف في أي لحظة على ذات الهدف، ولكن يعني يمكن أن نقول بأن مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية وأيضا إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال تدلل أن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، رغم أن أعداد الشهداء قد تخطت 122 شهيد جلهم من الأطفال والنساء، أعداد أيضا المصابين الذين تتجاوز أعدادهم في هذه الأثناء إلى 800 إصابة مختلفة، كما قالت وزارة الصحة التي اشتكت من نقص الإمكانيات لديها في مستشفياتها ومرافقها داخل قطاع غزة مع استمرار إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري وبيت ومعبر بيت حانون إيرز في شمال القطاع. كان بالأمس هناك مناشدة من قبل وزارة الصحة للمؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإمدادها بالمستلزمات الطبية والمساعدات الطبية العاجلة لكي يتسنى لها تطبيب جراح المصابين داخل قطاع غزة، ولكي يكون جهدهم أو كما يقولوا يعني حتى لا يذهب جهدهم هدرا في مساعي